بالنسبة بقى للتورتة السهلة، تعالي أقولها لك عشان تعمل لهم التورتة دي. غالبا أي حد هيسامحك لو عملتي حاجة سيئة في حقه، يعني هيسامحك بعد التورتة دي. كيكة شوكولاتة السهلة بتاعتنا الجميلة اللي بتنفعنا في حاجات كتير وبتلحقنا في زنقات كتير، كوباية ونص سكر وكوباية ونص دقيق وتلات أرباع كوباية كاكاو خام وبيضتين ونص كوباية زيت أو زبدة سايحة أو سمنة سايحة ومعلقة صغيرة فانيليا ونص معلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة بيكنج باودر ونص معلقة صغيرة بيكنج صودا وتلات أرباع كوباية لبن رايب وتلات أرباع كوباية مية مغلية، مش مية سخنة، مية مغلية. هتخلطي كل المكونات الجافة مع بعضيها وهتخلطي كل المكونات السائلة مع بعضيها ما عدا المية المغلية. هتحطي السائل على الجاف وتخلطي، هتلاقي عجينتك مش ألطف حاجة وفيها شوية كلكعة، هتقومي حاطة عليهم المية المغلية وتقلبي، هتتظبط معاكي جدا وتبقى ناعمة قوي. هتقومي مدخلاها فرن سخن، تصبيها طبعا في صينية مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالكاكاو، لو مضطرة ترشي هترشي بالكاكاو مش بالدقيق، وهتخبزيها في فرن سخن على درجة حرارة 180. هتطلع معاكي تحفه، تقدري بقى تغطيها بصوص شوكولاته. احنا في موسم الفراوله، يلا استغلي الفراوله، فراوله وشوكولاته بيليقوا على بعض قوي. اقسميها نصين من وجهه نظري او اعملي مثلا مقدارين عشان تبقى كيكه كبيره، واقسميهم على صينيتين قد بعض، احشيها فراوله وصوص شوكولاته. وصوص الشوكولاته الموفر بتاع سنه اولى طبخ ممكن اقول لك عليه برده تستخدميه، هيكون جميل جدا. كوبايه لبن وكوبايه كوبايه زيت وكوباية سكر باودر، نص كوباية كاكاو خام ونص كوباية لبن ورشة ملح وشوية فانيليا، وهتخلطي كل الكلام ده مع بعضه في الكبة أو في الخلاط أو بالهاند بلندر أو بمضرب سلك لحد ما الصوص يوصل القوام اللي انت عايزاه. كل ما هتضربي أكتر كل ما هيتقل أكتر، وتزيني بيه الكيكة وتحشي بيه وتعملي بيه كل اللي نفسك فيه، وإن شاء الله يبقى عيد ميلاد سعيد عليكي وعلى أسرتك يا حبيبتي.